هذا الشهر الكريم كله خير وكله رحمة وكله مضاعفة كله توجيه إلى الخير كله من نعم الله العظيمة، ولكن عشره الأخير هي أفضله وهي خاتمته، ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعناية، كان يخصها بالاعتكاف وتحليلة قدر، ويخصها بالعناية بالإحياء لياليها وعدم ترغب عدم النوم فيها، بل يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة، وهذا كله من مما يدل على أن هذه العشر لا مزية خاصة، ولهذا إذا دخلت شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهلها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يختموا هذا الشهر الكريم بالعناية بهذه العشر والحرص على مضاعفة الجهود فيها، ومن تيسر له الاعتكاف فالاعتكاف سنة مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي يرجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي، من تفطير الصوام، صدقة الفقراء والمساكين، ومساعدة الغرماء على قضاء ديونهم، إلى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله إليه بما يستطيع، فالصدقات وقضاء دين المدينين من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، وهكذا عبادات الخاصة صد تسبيح وتهليل وقراءة قرآن وصلاة، كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويعظم به الأجور في كل وقت، وفي وقت العشر الأخيرة تضعف الحسنات ويعظم الأجر. فينبغي المؤمن ويفرع له المضاعفة من جهوده في كل سبل الخير في ختامة الشهر، رجاء يختم الله له بالمغفرة والعتق من النار. ومن ذلك أيضا العناية ببر الوالدين وصلة الرحم، والعناية بالأهل وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم، ولا بأس بالوصال إلى السحر إذا أحب أن يواصل إلى السحر، إذا العشاء والسحر لا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر مع الناس. أحب عبادي إلي يقول الله حب عبادي أجله فطرة، المبادرة بالفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجله فطر. يفطر مع الناس إذا غابت الشمس، ويستعين بما يتناوله في الليل من طعام وشراب على العبادة والتهجد والقراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة، ونسأل الله يوفق الجميع لأسباب العتق من النار والمغفرة، ونسأل الله جعلنا وإياكم ممن يوفق لإكمال صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.